واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، مباشرة قال وبالوالدين إحسانا. وقال له مرة ثانية يا محمد من أدرك شهر رمضان فمات فدخل النار فلم يغفر له فأبعده الله، قل آمين، فقال آمين. ونحن في شهر كريم، في شهر القرآن، في شهر الإحسان، في شهر الصدقات، في شهر بر الوالدين، في شهر جميع الخيرات، وقد مر بنا ثلثا أولا وبقي لنا ثلثان. وهذا الشهر الكريم أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. كل واحد منا يسأل نفسه ماذا عمل في هذا العشر الأيام التي مضت، ماذا عمل في هذا العشر الأيام التي مضت؟ هل تصدق بصدقة؟ هل أطعم فيها مسكينا أو مساكين؟ هل قرأ ما تيسر من القرآن؟ هل زار مريضا؟ هل وهل وهل إلى آخره. عشر يقم زولوت ناتسين، بقي لنا إن شاء الله تعالى، لا ندري أيها الإخوة أنتم هذا الشهر الكريم أم لا، لا ندري أيحيينا الله عز وجل إلى رمضان آخر أم لا. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فهذه فرصة، فرصة لا تقدر بثمن. قال له جبريل عليه السلام في المرة الأخيرة أو الثالثة، قال له يا محمد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين، فقال آمين. ونسدل اسم الرسول صلى الله عليه وسلم والغفص الظلي، فدعا عليه جبريل عليه السلام بالبعد والطرد من رحمة الله. انظروا أيها الأحباب الكرام، من المدعي في هذا الحديث؟ من المدعي ومن المؤمن؟ من الذي دعا ومن الذي قال آمين؟ المدعي هو جبريل خير الملائكة، والذي أمن هو من؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم خير البشر. إذن الدعاء مستجاب لا محالة، فهذه فرصة أحباب الكرام لا ينبغي أن نضيعها. وفي حديث آخر في مسند الإمام أحمد وهو حديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلم رجلان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستشهد أحدهما وأخر الثاني، فاستشهد أحدهما وأخر الثاني. قال طلحة بن عبيد الله، طلحة
بن عبيد الله وهو صحابي جليل، وهو من العشرة المبشرة بالجنة. طلحة بن عبيد الله قال: فأريت أن المؤخر منهما أدخل الجنة قبل الشهيد. هذا الصحابي الجليل رأى في المنام هذه القصة، وهو رجل استشهد مات في الجهاد وأخر الثاني. رأى طلحة بن عبيد الله في المنام أن الذي أخر دخل الجنة قبل الشهيد، فتعجب فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا أحبابي الكرام، اسمعوا أحبابي الكرام إلى هذه القصة العجيبة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوليس قد صام رمضان بعده؟ أوليس قد صام رمضان بعده؟ أدخل الجنة قبل الشهيد بسبب ماذا؟ بسبب رمضان. لأن سلمان جوثمر أسلم في وقت واحد، أحدهما قتل شهيدا والآخر صام بعده رمضان آخر، فدخل الجنة بسبب ذلك الشهر المبارك. إزوال الشهيد الذي قتل مجاهدا سبقه ذلك الذي صام رمضان بعده. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوليس قد صام رمضان بعده وصلى 6000 ركعة وكذا وكذا كذا من السنة؟ صلى 6000 ركعة في العام، 6000 ركعة من الفريضة، فدخل الجنة بذلك العمل وبفضل شهر رمضان المبارك، لأن الأجور في هذا الشهر المبارك تضاعف، الصدقة تضاعف. وكذلك أحباب الكرام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، من طال عمره وحسن عمله. أن تعيش 60 سنة أو 70 سنة ولكن أن تكون صالحا مصلحا، أن تكون صالحا مصلحا. فهذا الحديث الذي قال فيه جبريل عليه السلام لمحمد صلى الله عليه وسلم: من أدرك شهر رمضان فمات فلم يغفر له فأدخل النار فأبعده الله، قل آمين فقلت آمين. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول لنا: المسلم الحقيقي والمؤمن الحقيقي هو الذي يغتنم فرصة رمضان، هو الذي يغتنم فرصة رمضان. لا يعقل أن
يدرك الإنسان رمضان ثم ينسلخ هذا الشهر المبارك ولم يغفر له، ولم يغفر له. كذلك أحبابي الكرام، كثير من الناس يتهاونون في صلاة التراويح، صلاة التراويح، يصلي العشاء ربما يصلي ركعتين بعد العشاء ثم ينصرف، ولسان حاله يقول تكفيني الفريضة، يقول تكفيني الفريضة، وهو لا يكتفي من الدنيا بالقليل، وهو لا يكتفي من الدنيا بالقليل. والرسول صلى الله عليه وسلم قال من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له أجر قيام ليلة، كتب له أجر قيام ليلة. أسأل الله عز وجل